السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نصوب لكم واحد قريشلات بالنافع وحبة حلاوة، صراحة كيجيو هشاشات ورطبط رطبط بحال القطن وبنانات يا البنات. ولكن قبل ما نبداو مع الفيديو ديالنا، بغيت نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على الكومنتات الزوينين اللي كتخليو ليا، صراحه كيشجعوني باش دائما نبقى نعطي المزيد. المهم البنات، شكرا لكم بزاف، وشكرا حتى بالناس الجداد اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو، كنقول لهم مرحبا بكم، مرحبا الف مرحبا. وما تنساوش تضغطوا على السبسكرايب ابوني وعلى الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. يلا البنات نبداو مع الفيديو ديال اليوم. المقادير اللي غنحتاجو هما هادو. هنايا خديت واحد زلافه، مهم زلافه بحال هذا فيها الزيت، يعني نفس هاد الزلافه هادي غنعبر بها كاع المكونات اللي غنحتاج. المهم انا عندي ربع زلافه تاع الزيت، عندي بيضه، عندي شويه ديال الملحه، معلقه ديال النيدو، خميره ديال الخبز، هنا الدقيق، هذا غنعبر اربعه زلافات من هذاك تاع الفورس. عندي شويه ديال الشيا، معلقه، نقولوا نص معلقه ماشي حتى معلقه، معلقه صغيره، شويه ديال الجنجلان، شيا سيد، حبه حلاوه والنافع. هذا عندي نص كاس تاع السكر، هو هذا كاس صغير، يعني نص كاس ديال العنبه، واللي باغي الحلاوه اكثر يزيد. هذا غادي نحتاج شويه ديال البيكنج باودر، واحد معلقه صغيره، ولافاني، وغادي نعجن بالماء دافي، ما غندير لا حليب لا والو، غادي نكفي غير بهذيك المعلقه تاع الحليب تاع نيدو فقط، وغادي نعجن العجينه ديالنا بالماء دافي عفوا. وهنا غادي ندير كاع المكونات في هاد بلاستيك، هاد الميكا هادي بحال هكا، يعني القريشلات صراحه ما كياخذوش المجهود. غادي ندير كاع المكونات السائله هما الاولين في الميكا، هذا غادي نضيف الدقيق، اول حاجه دابا غادي ناخذ هاد البلاستيك، هاد الميكا، وغناخذ هاد الزليفه هادي اللي عبرت بها الزيت، يعني ربع زلافه تاع الزيت غادي نخويها هنا في هاد الميكا، وهي نفس هذيك الزلافه غادي نعبر منها جوج المرات الماء دافي، يعني غادي ندير جوج زلافات تاع الماء دافي. من بعد ما درت الزيت والماء، دابا غادي نضيف هذيك المعلقه تاع الحليب غبره ديال نيدو، وغادي نضيف البيضه، وعاد غنضيف السكر والنافع، حبه حلاوه والزنجلان. مهم ماشي بالضروره ديروا كاع هاد الزرارع، اللي عندكم يعني ديروه اللي متوفر عندكم. وعاد غادي نضيف لافاني، غندير لافاني، وغادي ندير ديك المعلقه ديال الخميره ديال الخبز، وغندير حتى شويه من البيكنج باودر، وما تنساوش ديك القبيصه تاعت الملحه كنت ضفتها وما ذكرتهاش. المهم ها نتوما راه كلشي واضح في الفيديو. ودابا غادي نبدا ندير في الدقيق، يعني كما قلت لكم نفس الزلافه اللي عبرتوا بها الزيت والماء غتعبروا بها حتى الدقيق، وغديروا ربعات زليفات، ثلاثه زليفات منها من الدقيق. ولكن هنايا كيبقى ثاني، ردوا بالكم يعني عينكم ميزانكم، كاين شي دقيق يعني بعض الدقيق كيشرب وبعض الدقيق لا، يعني غتضيفوا هذوك ثلاثه زليفات ديال الطحين تاع الفورس، ومن ثم الا كانت بان لكم مازال قد جاريه ولا شي حاجه زيدوا ثاني نص زليفه، حتى توصلوا على الخليط يكون يعني ما يكونش يعني عقد، ما يكونش يعني وفي نص لحظه ما يكونش يعني جاري. المهم غتشوفوا معايا من بعد كما شفتوا معايا هنا في الفيديو. من بعد ما ضفت كاع المكونات في هاد البلاستيك في هاد الميكا، سديتها مزيان وبديت كنخلط كاع المكونات، ما كتحتاجش يعني مجهود كثير، ما كتحتاجوش كاع تبقاو دلكوا هاد العجينه هادي، غير تخلطوها وصافي.
مهم انا هنايا درت ربعات زليفات ديال الطحين، يعني جاتني هي هذيك ربعات زليفات ديال الطحين، والعجينه خاصها تكون يعني رطبه، ما تكونش قاصحه، تكون رطبه. صافي، من بعد ما تخلطت مزيان غنخليها نيت هنا في فوق الرخامه بحال هذا الشكل هذا حتى تخمر. هانتوما شوفوا، ها هي خمارت كتكون على هذا الشكل، يعني كتنفخ. ودابا غادي ندوز غادي ندهن هاد الرخامه بشويه ديال الزيت، وعاد غادي نخوي هذاك العجينه ديال هاد القريشلات فوق الرخامه، وغادي نحاول يعني نجمعها. ها انتما كما كتشوفوا معايا، يعني العجينه كتكون مرخوفه، وما بغيش ان نضيف الدقيق ونبدا نجمع لهاد العجينه هذه باش ما تزيدش يعني تعقاد. انا بغيتها تبقى هكا بحال هكا مرخوفه. الدقيق غادي حتى نجمعوها عاده غادي ناخذ داك الدقيق باش يساعدني نشكل على شكل كويرات فقط، يعني ما غاديش نحاولوا نجمعوا بها، يعني نستعملوا الدقيق باش نجمعوا العجينه. علاش بغينا لهاد العجينه تبقى لنا رطبه؟ اوكي، المهم انا غادي نحاول نشكلهم يعني قريشلات صغارات، لكم الاختيار. يمكن لكم في بلاصه ما ديروا هاد القريشات بحال هكا صغيرات، ممكن لكم ديروا يعني حتى كبارات ماشي مشكل، ولكن انا كنفضل هاد النوع نديروا بحال هكا صغارات باش يعني كل واحد يهز وحيده وياكلها وما يشيطش باش ما تضيعش ليا. المهم لكم الاختيار. انتما كيما شفتوا في الفيديو كندير شويه الدقيق غير باش يساعدني باش نشكل على شكل كويرات. راه كما كتشوفوا يعني العجينه مرخوفه بزاف. ملي غادي نشكل هاد العجينه كامله كويرات غادي نحطهم في حلاطه وديال الفرن وغنخليهم يخمروا. من بعد ما خمروا هنا خديت واحد البيضه ضفت ليها واحد شويه ديال الحليب وواحد شويه ديال نسكافيه، يعني غير شويه، وبديت كندهن هاد القريشلات. وفي نفس اللحظه يعني الفران خاصو يكون كيسخون درجه الحراره 180. ملي غادي نسالي الدهين بالبيض غادي ندردر عليهم واحد شويه ديال الزنجلان. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد القريشلات، هادو كيجيو على هاد الشكل. صراحه كيجيو زوينات البنات بزاف بزاف، وسهله سهله في التحضير ديالهم، ما كياخذوا لا مجهود لا قوه الدليك لا حتى حاجه. راك شفتوا معايا في الفيديو طريقتهم، يعني سهله والمقادير يعني المكونات جد جد بسيطه. وتبارك الله كيجيو رطبين بزاف. وبهاد القريشات هادو يمكن لكم يعني تفتحوهم الوسط وتضيفوا ليهم شويه الشوكولات شويه ديال لاكريم او الكونفيتير وتقدموه لضيوفكم، يعني صراحه كيجيو زوينين زوينين بزاف البنات. ونتمنىكم تجربوهم، وما تنساوش توصلوا لهذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات، وخليوا لي الكومنتات الزوينين اللي كيخليونا يعني دائما نبقاو نعطيو الجديد. ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله، وكنشكركم ثاني بزاف، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والعائله. وشكرا لكم وخليتكم على خير ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.